السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدينا البنات وكنعاود نقول لكم رمضان مبارك سعيد بالصحة والعافية وطول العمر. اليوم البنات كيف ما كتشوفوا انا عند الاخ محسن والعائلة ديالو، الام ديالو، الاب ديالو، فاميلتو كاملة. الاخ محسن اللي مات وعاود حيا، غنخلي الام ديالو وهو غيعاودوا لكم اشنو كاين وعلاش درنا هاد الفلوق اليوم. قول محسن دوي هي جات عندك يسرى، جات عندك يسرى، دابا انت فرحان بزاف ولا شويه بزاف ولا كرهت محسن. انا بغيتك انت تدوي محسن اللي بساتك غزاله وانت غزاله وليتك غزاله انه ماتك ما شاء الله. بعدا واحد حاجه نقول لكم، محسن قدو عنده 34 سنه. محسن كان من الناس اللي الحمد لله ميسورين، وقع له واحد المشكل انه دار اكسيدون عامين وهو في الكوما، مات وحيا البنات. تخلوا عليه صحابه، تخلوا عليه كاع الناس اللي كان معاهم وكان كيعطيهم وكيمد لهم، لا هو لا الام ديالو، والحمد لله من بعد عامين هو كوما عاش وجاب له البنت. الناس ولات معاه هاد الوليدات والام ديالو والاب ديالو مكافحين معاه. غنخليو خالتي ومحسن هو يقولوا لنا. وبنقول لكم واحد الحاجه، محسن ما تيقدرش يدوي، عنده واحد المشكل هنايا، عنده واحد الثقب كيتنفس منه كيف ما كتشوفوا، ما كيقدرش يمشي. داروا واحد القناه اللي كيدير هو وليداته ومرته. انا سميت القناه ديالكم اخالتي محسن ونوال ونوال، الله يرحم لكم الوالدين. هادو هما الناس اللي يستاهلوا الدعم، وهادو هما الناس اللي من الاوائل اللي يستاهلوا الدعم. محسن واحد السيد اش نقول لكم، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه وعنده جوليت ما شاء الله. سميتكم ادم وريان ومراته، سميتك حبيبه نوال. بغاو تاهما واحد الدخل شهري علاش لا. شوفوا السيد يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه ومرته رغم داك كيكافحوا باش يعيشوا، والله يخلي لهم من هادشي كامل، الام ديالهم والاب ديالو حتى هو. خالتي تقدري تعاودي لنا على محسن؟ السلام عليكم. عواشر مبروكه، وانا فرحانه بزاف حيت جات عدو يسرى مود، فرحانه واحد استقبال انت كنستقبلوني. ما نقولش لكم البنات بقوه كيفاش غنقول لكم، ماشي فرحه ما تمشيش تضمي، ما نقولش لكم، ما قديش نهز التليفون ونصور. المهم انا فرحانه بزاف بلا كذوب بلا نفاق بلا افتخار، انا فرحانه وفرحانه بزاف والله العظيم. تطيح لي السكر بالفرحه، ما كنت والله الا شويه غنغيب، ما بقيتش كنشوف كاع. فرحت بزاف لانه عمر شي واحد ما دق باب محسن، ودقات واحد الشخصيه اللي هي كلشي كيبغيها، كبير وصغير. صراحه كنبغيوها وبزاف وبزاف، والله يكثر خيرها ويخلي لها وليداتها ويخلي لها الزوج ديالها ويحفظها دنيا واخره. جات باش تساند محسن وتساند وليداته، ومحسن حتى هو كان دري زوين، وتا انا راه الا غتشوفوني غتعرفوني، تا انا كنت ميسوره الحال، كنت انا بالخدامات، كنت انا ما خصني حتى شي خير. ومني وقع لولدي هذا المشكل كنحمد سيدي ربي ونشكر، بعت ديوري، بعت كلشي، انا غير كاريه مع وليدي ومسانده، ما كيديها فيه حتى شي واحد. كيبغي يكري غير هو وليداتو ما كيقبلوش، يقول انت معاق، كيخافوا منه. انا كاريه مع وليداتي وباركه معاهم، وجا مع وليداتي وتزوج بهذه البنت وولدت معاه جوج الوليدات. وحاجه وحده اللي ما كيعرفهاش انا كنقولها ونعاودها، هذه البنت اللي مزوج بها ما عندها لا امها لا باها لا خوها لا اختها. بارك بالله، هاد اللي كيعرف مرت ولدي يقولها، ما عندها لا امها لا باها لا خوها لا اختها. عاودها ربي، انت امها وهاد السيد باها وهاد راجلها ووليداتها، الحمد لله ربي كبير. وما عنديش، ودرت اكثر من المجهود داكشي اللي بقى عندي من المرض ديال ولدي، ودرت ليها احسن عرس باش ما يبقاش فيها الحال. اقسم لك بالله الا درت ليها احسن عرس، الا جات من الصالون حتى القاعه بالعماريه وهو على العود، وما كنكذبش. فرحتها وفرحت ولدي، درت شي حاجه اللي ما يقدرش شي واحد يديرها، وبقيت مغامره. وانا مغامره مع محسن، كيشرب الدواء ديالو، راه عنده كل شهر 25000 ريال حتى 35000 ريال اللي كيشرب الدواء. الا ما شربش الدواء محسن ما كيبقاش محسن، كيولي هايج. قربطوه وراه كلشي هنا كيعرفوه، راه معرف جا وكيخرج على الناس كيبقى يدق عليهم. والحمد لله هو مريض وكاكم غامره مع ولدي ما فيكش. حتى شنو وقع لمحسن؟ محسن شنو وقع ليه؟ وقع ليه كسيده، دار حديثه ضرب الراس ولا الباراليز. حديثه باش حديثة على الموتور، ولكن ما ضربت ولا سيارة لا حتى شي حاجة. كان هو وصاحبه راكبين على الموتور، ضربت عليهم الطوموبيل فران تخلع، صاحبه نقز، هو شدات ليه الشاكمة في السروال، دخل في البوطو، من البوطو طرا على التروطوار، صافي قادوز ديال الدم، عامين وولدي كوما، مات وحيا. شحال خسرتي عليه يا خالتي؟ خسرتي عليه 140 مليون،
بوراقيه بكلشي حتى حاجه ما فيها وهزيت عليه الدين وكثر هذا كنقول عليه انا بعت اللي عندي وليت الله باش يعيش ليا محسن ما عنديش الاولاد اكثر من 165 مليون عندي وليد واحد بعد جوج كنكسب والحمد لله عاش وتسلفنا وتسلفت انا باقا مديونه باقا مديونه قسم لك بالله الا باقا مديونه انا راه نقول لك هذه 9 سنين انا ما كنتش دايره لا كارت كنت خايفه حتى يسرت اموري مع الناس عاد مشيت درت وريقاتي وليت عاودت وريقاتي وانا باقا الحمد لله وانا عايشه مع ولادي ما خدام عليا حتى شي واحد هذا راجلي اللي كتشوفوا فيه كيبيع ساندويتش داير كاسكرو انا تنقولوا نعاودها احسن الرضا مع الله سبحانه وتعالى شوف اللهم الحمد لله انا الله مدعمني بديناها بشويه وهي سخر لنا الله الحمد لله كون ما كناش مزيانين ما عرفتش خدام علينا بصفه نهائيه ودرت لهم القناه بلاتي كون ما كانش سخرنا الله وهاد الناس شوفي باش عارفين الحمد لله بديناها غير بواحد شويه وشوفي ها الحمد لله ربي الحمد لله جات عندنا نجمانيه باينه بزاف الله يحفظك ليا خالتي عويناتك في الدنيا والله الحمد لله هذه من عمر رضي الله سبحانه وتعالى راه بشويه بشويه كيما جات عندنا هاد السيده يطلب الله يشوف عندنا ناس اخرين بحالهم شاها ان شاء الله ان شاء الله كاع اللي بغيتو يجي عندكم بجهد الله بغيتو شوف تيفي نعيط لكم على انا معاك اخالتي للاخر الصلاه ديالي ما ضاعتش كنقولها وكنعاودها كنبكي بالليل وبالنهار اقسم لك بالله الا وقع لي مشكل خيب ما نقدرش نقولو نقولو بيني وبين نفسي تقاتلوا مع الوقت الا الحمد ما نعرفش داك المشكل اللي وقع لي الا قلت لكم غتقولوا كذوب ولكن ما نقدرش نقولو حيت اي واحد قلت ليه ما غاديش يتيقني ومشيت عند الناس وقلت لهم ها اللي وقع لي وتا واحد معقل وجيت كنطلب ربي ليل ونهار ما كنسكاش لا بالليل لا بالنهار وندير قيام الليل ودرت هاد القناه وبسبب هادشي جات عندي هاد السيده الشيء انا واخا ما نجحش مهم انا فرحانه جات عندي واحد النجمه غاديه تنجح بجهد الله ان شاء الله والفان ديال يسرى مود ما عمرني طلبتهم على شي واحد اللي يستاهلوا خيبوني وانا متاكده وبجهد الله وصدي ربي اللهم امين كلهم ان شاء الله غيدخلوا عندك وان شاء الله مجيتي عندكم غتكون عليكم ان شاء الله برزق يا ربي وكلكم البنات غتدخلوا عند محسن ونوال قناة محسن نوال البنات الله يرحم لكم الوالدين ولكم الاجر في هاد رمضان وما عندكم ما غادي تخصو ما تحطوا فلوس ما هاد الناس ما كيطلبوا ما كيسعوا ما والو عاونوهم غادي نديروا فلوقات يشاركوا معاكم غادي نديروا بزاف د الحوايج المهم حاولوا البنات عندكم تدخلوا عندهم عافاكم الله يرحم لكم الوالدين وانا عافاكم ما غادي تخيب ما غاديش تخيبوني وغنخلي محسن هو يدوي محسن بغيتك تدوي قول لهم شنو وقع لي انا بقيت تبكي قول لهم قول لي واش وقع لي انا وجيتي عندي كتحبو ما تعرفش عبار ما تعرفش خلي داكشي اللي في عقلو واللي في بالو يقولو قول لي قول لي مدعموني في القناه ديالي تساعدوا معايا تعاونوا معايا حتي بغيتكم غير تدعموني في القناه ديالي محسن ونوال باش يعيش وليداته كنطلبكم وترغبكم داخل الوطن وخارج الوطن وديروا على وجهها يسرى لي كلشي كيبغيها وتيحبها كبيرة جد سيدي ربي كلشي غادي يدخل عندكم انا عمرها ما تفتحت لي الفرصه وتفتحت لي حتى انا راه مريضه راه كلشي كيعرفني عندي السكر وراكم عرفتوني درت العمليه حيت الرحم ديالي راه كلشي عارفني بانني مرض وباقا متبع الدواء ديالي باقا ما كملتش حتى العام وباقا كنجري مع ولدي باش ما يطيحش وانا الا خطيت محسن ما غاديش نكذب عليكم هاد الحويجات غيبركو في الزنقه غير خرجوه من الزنقه ما عيلقاش حتى اللي غيعطي كاس ديال الماء حيت هادي ما عندهاش فين تمشي وهاد الوليدات كنطلبكم راه عواشر هادي راه الا بغيتي ديروا في الخير في هاد الدري راه الله غيجازيكم خير محسن عمر شي واحد ما دق بابه كنقولها وكنعاودها عمر شي واحد ما دق بابه فين هما فين هما فين هما الصحاب اللي شوفي صحابي انت كتعرف فيهم في وقت الشده اما وقت الفلوس والضحك والصحه واللعب كلشي كيكون حداك حتى واحد الا واحد البنت يلا مسكينه هي باديه دايره واحد القناه راه جات عدو سميتها الله يكثر خيرها الله يخليك حياه صار وشكون اخرى الله يحفظها الله يجزيها وبسمه فلوغر ما كنعرفش دوك السميات هما اللي جاوا وفرحوه وساعدوه في عيد الميلاد ديال ولدو هادو هما البنات اللي جاو ومني قلت لهم راه غادي تجي يسرى فرحوا ودعاو معاك بزاف وقال لك يحصل لنا الشراف الحمد لله جيتي عندنا والله الا علاش عمي شكون انا وشكون انتم حنا في الاول وفي الاخر كنبقاو الحمود كنبقاو بنادم وهذه يعني حاله انسانيه اللي شوفي راه اللي عرف قيمه الاجر شنو هو راه ماش غنقول لك يلاه وداز فيديو
دار فيديو خصيصا لشهديك على فاطمة الزهراء وما جاش عنده. غادي انا غنعرف فاطمة الزهراء وانا غنجبرك ان شاء الله. فاطمة الزهراء الا سمعتيني اجي عندي. ربما ما وصلهاش للفيديو لانه ما طالعش ما غاديش يوصلها. وهذوك البنات تا هما جاو داروا فيديو تيقول لها فاطمة الزهراء سمعتينا ما بغيناكش حنا بغيناك الهدم. الله يكثر خيرها بغيناك الهدم زعما دعموا لي القناه ديالو. هو بغى مسكينه القناه ديالو باش يعيش يشري دواه ويخلص الكرا ديالو. هذا الشيء محتاج للدعم اللي دعموه. هذا الشيء اللي يقصد ربي ما كذبنا ما والو. الله يكثر خيره بحال بحال حنا. اي واحد بغى يدير شي حاجه يجي يسول وبالوراق وبالدلائل ما فيها لا كذب حتى شي حاجه. هاد الشيء اللي عطى الله. هاد السيد راه الخدمه ديالته كيدير كسكروطه كلشي كيعرفو. هاد الشيء ضعيفه يعني الحاله ضعيفه معروفه. ما بقاش عندنا الجهد فين نكبريو يعني خاصنا شي حاجه شي وسيله اللي تكون عندها واحد المدخل على حسب هذا الوقت على حسب هذا الزمان. هذا الزمان مابقاش عاد تبقى تمشي تخدم وتجمع الفلوس وتتوجد. مابقاش هذا الوقت كيرحم. هذا الوقت ولا وقت الانسان الربح السريع. الا ما كانش الربح السريع فاش ما كان لا هو ما يكونش حرام يكون حلال. ما بنادم ما بقاش عنده داك الجهد باش ما يقدرش. مسكين حتى يهضر كيبقى يقولها صافي هو محسن راه ما كيعرف مسكين لا النهارات ولا حتى حاجه. حتى كنقول له اليوم اشنو وغدا اشنو ما كيعرفش. ما كيعرفش حتى النهارات ما بدلك. وما غنقولش لكم كي كان هذا الولد جيب ديك التصويره اقسموا لك بالله الا كان هذا الولد ولد زوين كان تبارك الله كان تهوايا صايبو راقاته وغادي تا هو للطاليان وجامع الفلوس وشرب بارتما ديالو. هذا عنده 19 عام شرب بارتما. هذا هو محسن. شوف كي كان فوتوكوبي ديال ولده. شوف كي كان محسن ما شاء الله. وباش تعرفوا الله كبير باش تعرفوا الله كبير الحمد لله. مات الدات ديالو كامل وبقى بقى انسان حي ولد هاد الولاد. سبحان الله العظيم. الطبيب تيستغرب تيقول لك سبحان الله العظيم المخ مات والدات ماتت وباقي فيه الرجوله سبحان الله العظيم. ولد هاد الوليدات وقبلات علي هاد البنت مشيت خطبتها قالت لي غنقضيني انا من هنايا ديني وقبلات علي ولدت مع جوج وليدات ما علام زوينه تسمها الحمد لله. ادم وريان ان شاء الله. ادم وريان كديروا فلوقات مع باباكم وماماكم؟ كيديروا. اشنو فلوقات شنو كديروا؟ شنو نوع الفلوقات ديالكم؟ بحال فاش الخارجات وكنشاركوا معاهم الماكله ديالنا واي حاجه درنا كنشاركوا. كتقرا ادم؟ كيقرا. اش كتقرا؟ خامس ابتدائي. انت ولدي؟ رابع ابتدائي. كتبغيو باباكم؟ اش كتقولوا للناس اللي كيشوفوكم؟ كطلبوا ما يعاونوا لي بابا، كطلبوا ما يعاونوا لي بابا ويعاونوا ولادو باش يخلص كره. كنت انا كنت لاباس عليا كنفتخر بها. كنت لاباس عليا وكنفتخر بها وما كاينش اللي كيجي عندي وما كياكلش وما كيشربش ولكن ما حصلنا حتى شي خير والله ما قسمش الله بصرحتنا بكل شيء. انا تا راه كنفطوري من احسن الفطاير علمنا اجيال ربينا اجيال. شوفوا هذا الشيء اللي وقف معكم الحمد لله واللي خلى هاد ولدي يعيش وشوف كبي وليداته والحمد لله. كيف ما بغى يكون الحال انت جالسه في واحد الدويره يعني واخا كانت عندك مثلا دار كبيره او شوفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المهم مجموعين تحت واحد الثقف لله الحمد لله عايشين بكرامه طويله الحمد لله. باقي محسن باقي محسن ديما كيلبس. شوفوا والله الا خدمنا خدمنا الحيحي خدمنا العيشه الوعد خدمنا سميتو النجاة عتاب والتكاش ديالها باقي لحد الان التصاور ديالها بكل كنت كديرو خياطه في الصالون كنت احسن وحده في الخياطه باقي عندي التصاور ديال حوايجهم لحد الان. اقسم لك بالله ملي كنمشي للعريس ملي كنخدم للناس كيقولوا غنبقى نتسناو حكيم وراجله تدخل. ادم انا اجي عند حبيبي ريان اشنو بغيتي تقول اليوم؟ غادي نقول لي نعاونوا لي بابا محسن ويخلص مسكين كراه حيت حتى واحد ما كيعقى علينا من غير جداتي بوحل. البنات هادو هما الناس اللي يستاهلوا الدعم. ادم وريان ريان ياك ريان كيطلبوا منكم باش تدعموا باباهم وماماهم باش يقري باش يشري الدواء ديالو. محسن رجلي ما كيحش بيهم كيف ما قالت الام ديالو راسه ما كيعقل ما راه ما كيعقاش ملي كتجي الحاله كيدير شي حوايج لي لا اله الا الله محمد رسول الله. عندكم تصاور ويشوفوا مرحبا جيب لي تصاور عندهم النظر وهادشي اللي عطانا الحمد لله. لا ما كاينش هذا التليفون الاحمر راه عاد التصاور تجيبو. هاد الناس ما بغاو والو.
هاد الناس بغاو غير الدعم، غير دعموا لهم قناتهم، ما سعوا حد، ما طلبوا حد، غير دعموا لهم قناتهم وشوفوا من حال هاد الوليدات. هذا مريم ما شاء الله ولات غزالين كيحمقوا فنين تما كيبغاو يحسوا باش يكسيهم باهم. شوفي مني ما شوفي مني بكري، شوفي مني ما كيشربش ناوي، شوفي كاينش كيدير الحوت اتا مات هاد الولد هذا ملي دار الحديثه مشى لميريزبو نيشان، مشى لميريزبو ما كيدوي ما كيتململ ما حتى شي حاجه، غير كشكوشه خارجه من الفم وهو ابيض ولابس حوايجو. وفين داروا صحاب ميريزبو؟ انا كنقولها وكنعاودها واللي كيسمعني يقول لي اه ولا كذوب. وصحابو كلشي اللي في سكاني حاضرين عليه، والراجل اللي في سكاني ودخل على الطبيب وقال لي شوف هذيك المراه راه عندها هذاك الوليد وريه لينا، قال لي راه في لامور. ملي مشاو جبدوه من لامور قال لي لا علاش فيكو واه ثقي بيا انا ما كنكذبش عليكم. هذا قال لي بحال الحالات ما كيكونش 20 دقيقه كيموتوا صافي، خرج السكانير مسالي وقال لي عافاك الا ما ديروش مستحيل. قال لي اش غنديروا والجبن وانا باقه عاقله على هذا الشيء تقبولي هذه مني تقبل تركيو وجبي تركيو مني تقبولي هذه الدري رجعات فيه النفس سور بلاص ما كاينش نص ساعه رجعات النفس وركبوا لي التنفسات وركبوا لي المسائل هذيك هي ضربته سنه ولكن بلاتي قلتي لي بلاتي الناس ولا هذه سنه بقينا العائله كتمشي وكتجي والله القسم الى الناس اللي في الطبيب تيقولوا وجه الدري وجه لاعب كره او مو شي حاجه لاباس عليها او با شي حاجه لاباس عليها. هاد الناس اللي كتجي عند هاد الدري وما كيتخلاوش على ما كيتخلاوش لا على اوراق ديال الدواء لا حتى شي حاجه، هذا هو الوحيد. ومني ما كيخدمش ليه الدواء كيعطيه ليا الطبيب، كنقول ليه ما نرجعوش للفارماسيان، اعطيه للناس اللي محتاجين ليه بحالو. انا كنقول هاد الشيء وربي حيا ليا بهاد الشيء. مني عياو الاطباء خرج واحد الطبيب قال لي شوفي يا لاله سيري ديري على شي صدقه اللي كنتو كديروها، هذا راه ما عادش يعيش. وعاش مني الدري بدا كيتحسن. واحد النهار لقينا حنا في الكولوار مخرجينو هذا ما بقى عندنا ما نديرو به، ولا هو ميكروب تاع السبيطار صافي ما بقاش عندنا ما نديرو. وجدت وليدي لا ليدين لا رجلين لا حتى شي حاجه، وبرك عندي في الدار 6 شهور ما كياكل، هذا راه ما كياكل ما والو غير واحد تيوف في النيف داكشي اللي طحناه كنكبوه ليه، ما كيعرف لا نهار لا والو ما كيشوف ما حتى شي حاجه. واحد النهار هو ديما كان مكف وداير بحال هكايا، واحد العشيه اختي بركه كطيب في داكشي اللي قسم الله وهو يعيط لي راجلي هو اللي كان كيقابلو انايا ولدي ما كنتش كنشوفه ما كنشوفوش ما كنشوفوش كنخاف حيت كنشوفو ولد صغير وتنتفلع ولا بواحد الحاله في الاخر ولينا كنقولو حنا بحال لا يرسل كنقولو يا ربي حنا ولينا كنهزو بحال بنادم ولا شكل كنقولو يا ربي يموت حنا بغيناه يموت لحظه ولينا كنقولو يا ربي يموت كتشوفي كيتعذب كيتعذب الرجلين ما بقاوش بقاو عندو عصب اقسم لكم بالله الى الرجلين اللورانيين دوك القدام الى حيدنا ودفناهم ها هما غيوريهم ليهم ها انتم ها راه يلاه ربا يلاه كيربي بشويه بشويه ها ها انت يلاه كيخرج ها شي هذا هو الكماله دابا هذا راه هذا القدم ما كانش هذا ما كانش هذا القدم شوفي دابا راه من حدو كيكبر كيخرج غيصغار شي شوفي القدم شوفي قدامو هذا راه ما كانش هذا القدام هذا راه طرب هذا راه خرج شوف الله تبارك وتعالى زرع لي اعضاء اخرين وبقى هذا الشيء كيكبر كيكبر غادي يخرج حتى كيخرج بحال هذا الشيء هذا راه تزرعوا لي اعضاء اخرين سبحان الله واش الدبه ديما كينقي ليه وكينطوي ليه هو مسكين ما عارف والو احنا معسين كنقطع منه اللحم ما كيحس ما والو ما كي والو الله العظيم انا كيقطعوا بحال كل اللحم وكنداو الى انت خويا كنقطع به كنقطع عليه اللحم بالزيت واه هاد الشقره كنطيحها كيبان هنا داكشي اللي عندنا كيبان ها كان غني كنقلبو كنبركو انت هادوك لي زيسكار كيقولوا لهم هادوك كيقولوا غير عضومه العضومه ديال النعاس وواحد النهار دي هو يجي عندي با يجي عندي بشويه قال لي حكيمه قلت لي نعم قال لي شوفي ما تغوتي ما تهضري ما والو قلت لي قول لي مالك قال لي طفي على داك العشاء اللي كطيبوا فيه واجي قال لي محسن راه توفى اقسم لك بالله العلي العظيم قال لي محسن راه توفى انا شنو قلت اش قلت جيت عدو ورا الله شاهد ويا ربي عاش انت كتعاودو انا قلبي كيضرب 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 يا ربي راه اليوم عواشر بلاتي مصطفى باقا في يدك الفقصه يا ربي اليوم راه عواشر ويلا كنت كنكذب تنزل عليا النعله وما نوصلش رمضان اللي جاي ويلا كانت كتسمعني واحد جارتي راه دابا الركبه ديالتها
هاد البلاصه تحيدات ليها بالخلعه ملي هبطت جايه كتجري كتقولها امي انت شحال جريت مع صاحبتي ولدها مات سميتها رشيده وراها حتى هي باقا تتر الا تسمعني دابا تقول لي نعرف الله وعلي هاد البلاصه الركبه ديالها تحيدات طاحت مسكينه واحد المره كانت كتجري معايا عمرها ما فاتني انا كنحييها من هاد المنبر قدام هاد الاخت عمر هذيك السيده وهذيك السيده باش غير تعرفت عليها انا ما كنعرفهاش سكنت تما وسمعات عليا انا خياطه وجات عندي قالت لي شوفي لالا انت كتخيطي زوين ومشهوره انت والزوج ديالك بغيتك اختي تخيطي لي هاد الثوب لولدي ولا لبنتي عندنا واحد المناسبه ولكن عاد صبري عليا راه ما عنديش دابا حتى الرشه قلت لها لالا مرحبا هذه هي الصحبه ديال هذيك السيده خيط ليها ودوزت بنتها العرس وما عمر ما دقيت بابها ومني سمعات ولدي تضرب ما فاتنيش دقيقه انا درت معها شويه هي دارت معايا بزاف هي والزوج ديالها اقسم لك بالله هزاتني بالما جميعه انا كنحيي رشيده وكنزه وكنحيي السي بوجمعه وجهاد امها الله يرحمها هزوني بزاف كمل يا خالتي راه محسن تحيه ليهم تحيه ليهم وقفوا معايا هو يقول لي شوفي ما تغوتي ما والو جيت عدو والله شهيد ولدي كان ديما معقود ملي جيت لقيت محسن مسرح او دري داكشي اللي كان كوفر لقيناه مسرح ما بقى لا عوج لا حتى شي حاجه مسرح وهم جيت حدو راه الله شاهد عليا هاد النهار جيت عدو دويت لي في ودنيه قلت ليه محسن انت عزيز بعت عليك الغالي والرخيص ان لله وإليه راجعون وليدي حتى دابا غادي عتسد ربي ملي تمشي عدو قول لي قصح قلبي ما نبكيش عليك ما نطيحش الدمعه عليك عمرني ما نتفكرك هذه هي الكلمه اللي درت ما زدت عليها ما نقصت سدوا عليه البيت اصحابو بقاو كيهرسوا في الشرجم ديال الشبيك محسن محسن ايوا دخل فقيه قرا داكشي اللي قسم الله جوج حطها قرا وخرج الجيران ديالنا كلهم متجمعوا راه كتعرفوا الحي الشعبي كله كيدير داكشي اللي قسم الله داروا داكشي اللي قسم الله الجوج اللي انا كنت على بال الوقت اللي وقع هذا المشكل هذا انا كنت على بال اللي كنت راه معاه البال باش كنت كنعرفوا عايش ولا ميت كنت كنشدو كلينيكس كنت كندير كويغات وهذه هي التراكيه اللي كانت راكبه لي هنا لداخل شوف اشنا كنعدو كنحيدوها ونديروها كانت راكبه لي هذه هنا لداخل هادي باش انا كنعرفها كيدير البرد كيبقى البرد كيدير ليها قيل داها البرد راه عايش راه عايش ما داهاش البرد راه صافي ملي درتها بحال هكا والو ما كاين حتى حاجه كاين البرد لا والو ما اش درت نتفتها ليه واخا ما كنعرفش نتفتها ليه كلها خرجت وورقت لي على هنا على صدره وهي طلع واحد طلع واحد طلعت واحد الكلكومه كانت عنده لداخل هي سادة ليه التنفس طلعت ليه وهي ترجع فيه شويه الروح ولا تخرج منه الروح عاد هزيت ديك الساعه وديت ديك الساعه هزينا في لابيلونس برك فيها شهرين برك فيها شهرين عاوتاني في الانعاش بقيت في الانعاش مده عام هكا شوف شحال وقع لهاد السيد هذا والله شهيد وانا راه ام كنهز هادي ونغسلها ونردها لي شكون اللي غيقدر يدير بحال هكايا صعيبه بزاف هادي راه جوج بياسات بياسه في بياسه كنحيدها لي وكنقيها ونغسلها ونردها وولدي كان بالطوموبيل وبالموطور ودوز بيرمي ونجح وغادي لبرا وتصور جايبه لي كروزه كنقولها الطوموبيل ديالك راه صعيبه بزاف صعيبه بزاف وكيقول لي راه مني غيفيق من الكوما راه يقدر يقتل راسو او حاجه كيفاق من الكوما في محسن ما على ما على بال ما على والو صافي محسن راك درتي حادثه كيقول لي عارفين نتوما شكون اللي كيقول لي شكون نتوما وشكون صافي وما وباش نقول لكم هاد الدري غادي باش فاق من الكوما هذا راه ما كان لا كيشوف لا حتى شي حاجه كان عمى كنطفاو الضو تنديرو الدري ما عارف حتى شي حاجه ما كياكل ما كيشرب ما كيخرج على برا ما حتى شي حاجه والو فقد الذاكره ما كاينش ناعس ومني هو الضربه ديال الراس كان عندنا حنا حيت عندنا واحد المم صغير في عينينا هو عنده كبير ملي كنقول للطبيب علاش ما عندوش الابيض بحالنا كيقول لي لا حيت ما بقاش كيشوف الشوف ديالو كبر صافي ما بقاش كيشوف الحركه ما بقاش كيشوف ودابا راه كيسمع من وحده وحده راه ما كيسمعش منهم بجوج عندهم وحده وحده اللي كيسمع وشويه بدا كيرجع داك البياض والعوينه ولات كتولي صغيره وانا ندي على الطبيب قلت ليها كاين كاين قال لي لا لا حيدي ليه التيو وشوفوا واش غادي يولي ياكل حيدنا ليه التيو لان كندير ليه الرضاعه ديال الدراري الصغار الرضاعه شريتها من الفرماسيان تصوري باش ولدك راجل وتشري الرضاعه من الفرماسيان وتعطي داك الشيء ويرضع وما عارف حتى شي حاجه وكيبقى هو قد انا وباه كيبقى يدير داك الشيء ملي كنقول له علاش كنقول كيقول لي لا لا هذا دابا بحال يلاه 40 وبحال يلاه تزيد بحال يلاه تزيد ما عندناش ما ندير هادي كنهزها كنغسل ونرجعها شكون اللي غتقدر دير بحالك هادشي راه صبرت فيه راه يلاه كنغسلوها ونرجعوها مابقاش كيديرها دابا لا مابقاش كيديرها مابقاش كيديرها دابا ولا كيتنفس من هادي صافي هادي هي الحياه ديالو هو محسن نوار تصاوبوا انتم البنات
منين ما كيشربش الدواء ديالو. فوالا هانتوما شوفوا شنو كيدير هنايا. كوما ولا شنو؟ اه هذيك كوما هذيك عامين هو هكا خرجتوه من هنا. خرج هذا خرج من هذيك الدار. هذيك عامين هو عام في السبيطار عام في الدار. ما حدو في الدنيا كيتسنى اي حاجه لا انا لا انت لا انت لا انت لا انت. ما كنعرفوش اليوم وغدا اشنو غيوقع لينا. فالبنات غنختموا هذا الفلوغ هذا الله يرحم لكم الوالدين. وغدا نقول لكم دعموا خويا محسن وانا عارفكم ما غتخيبونيش. كنترجاكم الله يرحم لكم الوالدين. واللي عنده شي عزيز الله يخليه ليه. واللي عنده شي مسجون الله يطلق سراحه. واللي عنده شي مريض الله يشافيه. الله يرحم لكم الوالدين. ها عرفتي دا ربي وهاد العواشر. الله يرحم لكم الوالدين. لما دعموا هاد الولد ووليداته قناه نوال محسن ونوال قادرين مساكن يعطيو ووليداتهم حتى هما. عرفتي باش وليد يقول لكم عافاكم معاونوا بابا بغيتو باش يبقى باش يشري الدواء وباش يخرج مع مكسيم على انه يعني ربهم قادر انه يشريهم الا خطاتهم هاد الام كيف ما قالت مشى كل شيء. ولو ان ولو ان كاين ربي خاتي فوق من كل شيء ربي متولي اي واحد. ما ديتي يديا وقلت لشي واحد انا عييت لاول مره. عييت مني مرضت حتى انا يابا دار العمليه وثاني بداني المرض الله ينجيكم ودرت عمليه ولكن عييت كنقولها وكنعاودها انا عييت ولا وقعت لي انا شي حاجه محسن. وصلنا من 50 الى 60 الى 50 الى 50 انا ماشي باقا صغير انا 54 عام في عمري ماشي باقا صغير. واكثريه عافاكم اكثريه الهم ما تيخليش توقف. الا ما كانش الهم راه توقف وتجر. ولكن الا كان الهم انا ما كنعس لا ليل ولا نهار يعني انسان ما كتعطيش كنعطيها غير الحياه. قادره مازال تخدمي الخياطه وداك الشيء؟ لا ما بقاش عندي الجد. ما بقيتش عندي الجد. هي السبب ديال ولدي. عيوني يا ولدي السيده دات كلشي معاها. انا ولدي اقسم لك بالله الى النهار اللي ما كيخدمش كان كيصور هذا 12 بريا النهار هذا. الى تفتحت لي الازمه محسن وعاش وتهنيت من العامل القدر. دابا انا عندي المشاكل وعندي قرعات وعندي الدين. انا ما كنكذبش انا ربي فوق مني. انا اي واحد دق عليا كان انا طلعني السكر والمرضى بالخلع. اي واحد دق كنقول جايين. اي واحد دق كنقول جايين. شي راه ما يكذب ما حتى شي حاجه. اللي بغى يتيقني واللي بغى يتيقني يجي عندي. عندي دلائل مخازناهم غنوريهم لهاد السيده وما غنقدرش نوريهم في هذا. غنعاود نقول لكم البنات حتى الناس اللي بغاو يعاونوا سواء بدواء او باي حاجه يتواصلوا معايا البنات على الانستغرام ولا يتواصلوا معايا على الكومونتيرات. وانا عندي اصدقاء وصديقات ديالي وفان ديالي خارج المغرب واللي هما ميسورين ونديروا يد في يد ونعاونوا محسن علاش لا. على ما ان شاء الله تفعلت القناه ديالو وعلى ما ان شاء الله ولا عنده حد صالح ولا اله الا محمد رسول الله. كنقول لكم محسن كلمه اخيره محسن. قول لي ما تشوفش فيا. قول ما كيعرفش مسكين. قول لهم العواشر راهم باين لهم العواشر. قول لهم عاونوني. مبروك واجدرك. قول لهم عاونوني. عاونوني الله يحسن غير. اه هي ودعي معاهم زيد دعي معاهم مسكين ما كيعرفش والو. هادشي اللي طالب هاد ولدها مرفوع عليه القلم ما كيعرفش. هما داك وليداتو كيعانيو معاهم باش كيديروا الفلوغات كيقراو تبارك الله. آه رايان في الخامس. رايان في الخامس في الاذان في الرابع. غدخلوا للقناه ديالو وغتلقاو ولادو دايرين افلام قصار زوينين زوينين مساكن. وقال لك ما شافنا حتى شي واحد والله ما تقدروا تشوفوا داكشي اللي دايرين مساكن. كيقول لي ماما لا ما لقاوش الطاقه معاهم وبابا داروا شي اربعه الافلام داروهم بعضيات كيحاولوا ولكن ساكن وما الفشل يعني الفشل ما كاينش حد النشاط الحيوي باش الانسان. كنتمنى هذا الفيديو يلقى واحد التجاوب كبير واحد البارتاج. ما نبقاوش ندوري في التفاهات. هاد الناس هما الاولين اللي كيستاهلوا البارطاج وكيستاهلوا الدعم. غنديروا اليد في اليد ونتعاونوا. اول حاجه غنفعلوا قناتهم ان شاء الله باذن الله وغيولي عندهم واحد الصالير شهري. وبين ما تفعلت القناه ديالهم اللي يقدر انه يتعاون معاهم هذا هو الرقم ديالهم يتواصل معاهم. ورمضان مبارك سعيد بالصحه والعافيه وطول العمر باش ما تموتوا ان شاء الله. تحيه لكم.